إذن هناك جوانب أخرى متعلقة سواء بالتطوير أو بمستوى المشاركة، وكذلك يعني على مستوى مهرجان داخل مهرجان بمزج بعض الفنون مثلا التراثية مثل الغناء مثل يعني التراث مثلا. كيف يمكن الحديث عن تطوير هذه المسابقة في المستقبل؟ طبعا مثل ما انت عارف احنا جمعية القناص القطرية تختص في تراث الصقور والسلوقي والرماية، فهذا المجال الذي ان شاء الله نتمنى في السنين القادمة ان يعني نحاول ان الاخوان مع وزارة الثقافة عندنا في قطر ان يكون تقارب بينهم، ويكون ان شاء الله يجي قطر بكل تراثه باذن الله باذن الواحد الاحد. وطبعا نشكركم ونشكر هذا هو اللي سبقتني للسؤال، هو المشاركه القطريه في المستقبل سواء على مستوى الاهازيج على مستوى التراث يعني الغنائي. نعم. ليجسد يعني يعني التراث. طبعا مثل ما انت عارف احنا السنه نعرض يعني عرضنا امور كثيره جبناها معانا، منها العرض القطريه، منها طرق الصيد، منها المسابقات اللي دار عندنا عرضينها على يعني على افلام وعلى تلفزيونات على مدار اليوم في الجناح القطري، كذلك العرضه القطريه ممكن شفتوها الاخوان قاموا بها، لكنها مو بالحجم ولا الشكل اللي احنا نرغب فيه ان شاء الله. كذلك وزعنا كتيبات وامور تعريفيه عن دوله قطر وعن تراث قطر وعن كاس العالم اللي بننظمه ان شاء الله سنه 2022، والكتيبات في الجناح القطري موجوده وفيها فيلم ينعرض عن هذه الامور كلها، واتمنى ان تشاهدها في جناح القطري.